من يعيدني الدرس كامل؟ نعم بسم الله. أول ما أخذنا في هذا الدرس لماذا ندرس فقه الصيام؟ قلنا لأننا لا يمكن أن نعمل أي عمل إلا ونتعلم أحكام هذا العمل بما ورد في الكتاب والسنة. عرفنا الصيام وقلنا لابد في الصيام لركنين، ما هو؟ النية والإمساك. من يعلمني الصيام؟ تعرف الصيام أفراد؟ لو كافر يسأل يقول أنت صائم؟ تقول نعم. قال ما هو الصيام؟ قال ما أدري. قال روح تعلم، تعلم دينك أول. فتح الله عليك. هو التعبد لله نية بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. طيب، على من يجب الصيام؟ مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم كلهم من احنا يقول لك. طيب مفسدات الصيام؟ الردة الأكل والشرب. أكل والشرب عمدا؟ أكل والشرب عمدا. الجماع والاستمناء؟ الجماع والاستمناء. القيء عمدا؟ قيء عمدا. نزول دم الحيض؟ نزول دم الحيض. قطع النية؟ قطع. والحجام؟ طيب الآن تكتبوا هذه الأشياء فارتاح لنا الجراء صلاة السلام. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ ماذا؟ نعم، لماذا نتعلم الصيام؟ لماذا اخترنا أن تكون هذه الدورة في الصيام؟ لأن الصيام لا يمكن أن يقبل إلا بمعرفة أحكام هذا الأمر وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الصيام. طيب، طيب ما حكم صيام شهر رمضان؟ حكم صيام شهر رمضان مستحب، واجب، مكروه، محرم، جائز؟ نعم واجب. واجب ولا شك. ما الدليل على وجوب صيام شهر رمضان؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة وإجماع الأمة. لا يمكن أن يخالف أحد في فرضية صيام شهر رمضان. والذي ينكر صيام شهر رمضان أنكر ما هم عليه من الدين بثروه، مثل ينكر وجوب الصلاة الخمس، تحريم الربا، تحريم الزنا. فهذا إن كان حديث عن الإسلام تعلم، فإن رجع وتركنا وإن أصاب فهو كافر. طيب ما الحكمة من الصيام؟ ما الفائدة وما الحكمة من الصيام؟ أي صيام شهر رمضان؟ التقوى. التقوى لعلكم تتقون، لأنك الآن في الصيام تتعلم التقوى، تتقي الله، تكون واحدة ولا تأكل ولا تشرب. طيب أيضا عبادة والصبر. نعم، تعلم الصبر، صبر على الطاعة بأن تصوم، وعلى المعصية المحرمات، وعلى أقدار الله قدر الله عليك هنا أن تصوم 20 ساعة مثلا تصبر، صح؟ وغيره. نعم، تشعر بحال فقير ساعات تمر عليه ولا يجد شيء، وكذلك تعرف قيمة النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك. أحيانا ما تمر ساعة إلا أنت تأكل وتشرب. نعم، وغيره. أنك عبد، تعلم أنك عبد، والعبد ليس له إلا السمع والطاعة. السمع والطاعة والتسليم. ما تقول لماذا نصوم رمضان ولا نصوم محرم مثلا. نعم. طيب على من يجب الصيام؟ المسلم خرج لهذا الكافر يقول ان هذا اهم ما يكون، لابد ان تتعلم التوحيد وتبرأ من الشرك، ولا يكون عندك شيء قد يدخل في الصيام ويجعله البالغ والبلوغ العقل والعقل النية والمبدأ والصحة والإقامة والخروج من حيض النفاس. طيب هل يصح صيام الكافر
نعم لا الذي يعرف لا. لا إذا كان يصد الرب ويصوم صيام باطل، يصوم ويصلي صيام باطل، فهل معنى هذا يقول له اذهب ولا تصلي ولا تصوم؟ لا، تعال لا بد أن تصوم تصلي، ونحن نتعاون سويا ونجتمع على طاعة الله. طيب هل يصح صيام المجنون؟ لا يصح. لا يصح. هل يصح صيام السكران؟ هو واجب عليه الصيام. نقول يجب عليه الصيام، نقول لا تسكر وتصوم. نعم. نعم. لأن المجنون هذا باختياره. لكن هذا غير اختيار. هذه حرام. ما ممكن تكون حرام، هذه حقارة. نعم، الحرارة في أن تذهب العارف. والحرارة أن تكون في سروالك. موجود اليوم ولا؟ الحرارة اليوم في أن تذهب العارف. وتأكل الخبائث والخنزير وأن تكون في سروالك، كيف؟ تقول يقول ثم يرفع السروال بلا استنجاء ولا استجمام، هذه حرارة. صحيح؟ اليوم اليوم. هذه الحرارة والحرارة اتركها ما طيب هل يصح صيام الصغير؟ هل يجب الصيام على الصغير؟ لا يجب الصيام على الصغير، لكن يستحب له الصيام ويجب على ولي الصغير تعويد الصغير على الصيام. ونحن نعرف ان الان اباءنا نسأل الله العافية ورحمه كانوا يعودون على الصيام، كيف؟ يقول لا بد ان تصوم، فيصوم ويتعب الى الظهر، صغير تقول له اسمع اذهب وكل راجع، ويتعود في اليوم الاول الى الظهر الى كذا، واذا تعب ياكل وتقول ان شاء الله غدا تكمل الصيام حتى تستطيع الصيام. ذكرنا في الدرس الماضي انه من العجب ان المراه وهي معذوره ما تراها ابدا تأكل في نهار رمضان مع أنها معذورة بحيض أو نفاس، ما ترى حتى الزوج منها، صحيح؟ تستحي. وهناك من يأكل في نهار رمضان عيادها، صح؟ صح. إيه نعم، بل يدعوه إذا لم تدعو أنت للطاعة هو دعاك للمسألة، تفضل سجارة. إيه نعم، صحيح. كنا في العام الماضي ذهبنا في رمضان من خيمات تركيا سوريا، خرج امام المسجد يتوقف صلاة الظهر، فوجد رجل جلد ما شاء الله يشرب الدخان، فقال له عندي سؤال تفضل، قال اذا كان هنا يعني الامام يسال هذا اللي يشرب الدخان، قال له هناك رجل يضرب عشرة قول ما تقول عنه؟ قال ما شاء الله هذا قول ضرب، قال طيب رجل يضرب 100 قال ممكن؟ قال ممكن هذا ما شاء الله هذا أقوى من الأول كثير قال طيب رجل يضرب 1000 قال ما ممكن قال لا هذا قطع الضرب يعني ما شاء الله قال طيب رجل يحارب رب العالمين بطل لو واحد يقارب 10 أو 100 أو 1000 لا شيء لكن هذا الان عندما يجاهد بالفطر في نهار رمضان هو محارب لمن؟ لله تعصي وتجاهد المعصيه ما هو صحيح؟ اذا لابد اخواننا ان نعلم هؤلاء كل اخي لا تحارب الله لو افطر في نهار رمضان هذا اقل من ان تفطر وتجاهد الفطر منها قلنا المرأة وهي معذورة ما تجاهل أبدا وهي معذورة طيب إسلام والعقل والبلوغ وذكرنا في البلوغ أن البلوغ يعرف بما كيف نعرف أن هذا بالغ أو غير بالغ بأمور ثلاثة اتفق فيها رجال ونساء انبات الشعر الخشن حول القبر الاحتلام وتمام 15 عام وتزيد المرأة بالحيض واحدة من هذه الأربعة يحصل بها البلوغ نعم أربعة عند النساء ثلاثة عند الرجال طيب
الصحة خرج بهذا المريض. كون يجب الصيام على المريض من يعرف؟ حسب. نعم حسب. إذا كان هذا المرض يضر به إذا صام فصيام أحيانا محرم. يعني الآن أنت تسمع أحيانا بعض الناس مريض بالسكر والطبيب يقول لا تصوم وهو لا يصوم ويتعب وحين يغمى عليه ويذهب المستشفى، فهذا تقول له يا أخي ترى صيامك تأثم عليه. اي والله الله سبحانه كتب لك الاجر والله غني عن تعذيب عباده، وقال يا ذل تلقوا بايديكم لا تهنوا، حرام عليكم تصوم صح، لكن جرح في اصبعي وافطر في النهار تقول يا اخي اتق الله لماذا قد مريض صح. طيب عطاس زكام لا، إذا مرض يضر به الأصابع، فقر الدم، جلطة في الدم، جلطة في الدماغ، مريض بالسكري، مريض بضغط الدم، لا بد أن يتناول الدواء. زمان وقلت. طيب، المقيم خرج بهذا المسافر، فالمسافر الآن الأولى في حقه أن يصوم في رمضان. ما لم يشق عليه شق عليه يفطر. لماذا أولى أن يصوم؟ لأن الصيام في السفر هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسهل على المكلف أيضا. أنت الآن عندما تصوم مع الناس تصوم شهر ولا يشكل، لكن لو قلنا تستطيع الصيام وحدك تقول لا، كما صلاة التراويح تصلي مع الجماعة أشهر، لكن وحدك ما تقدر على هذا، ثم تدرك فضيلة شهر رمضان، ثم قد تؤخر القضاء وما تقضي أحيانا، خاصة من يعمل في السفرية دائما يسافر، فهذا يقول لا بد أن يصوم. طيب وكذلك الخروج من الحيض والنفاس. ذكرنا أيضا مفسدات الصوم، والفائدة من معرفة مفسدات الصوم حتى لا تأتي بمفسد يفسد عليك الصيام ويصبح صيامك باطل يعد على الشهر. الردة الله يفتح عليك أهم مفسد، نسأل الله السلام والعافية، الردة يسب الرب يسب الدين يسب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هؤلاء أرادوا الله والله أخواننا أمر واضح، هؤلاء الذين صنعوا برامج من سنين يعد لها وأنزلوها في الأمر برامج كفرية والله. طب العفو سؤال يمثلون والله لو واحد يمثل والدته انك تسمع تسمع، كيف يمثلكم هذا المؤمن؟ يمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يمثل بالملائكة، بل برب العزة. أراد ما عليك؟ هذا تكفر في نهار رمضان ويصير مقابل. هل مصيبة؟ لابد أن أتنبه لهذه المسائل إخواننا والله. طيب، الثاني الأكل والشرب عمدا، وما جرى مجرى الأكل والشرب حتى لو كان ضار، يشرب بنزين، يشرب خمر، يشرب خنزير، يأكل خنزير، يأكل بلاستيك، أفضل. وما جرى مجرى الطعام والشراب أو كان يغني عن الطعام والشراب الإبر المغذية، خارج بهذا الإبر التي تؤخذ للتداوي، الأنسولين، مريض بالسكر ويأخذ إبر الأنسولين لا يفطر. قطرة العين، لا نسمع يوم من الأيام أحد شرب من عينه، ها يوجد أحد عندما يكون يعني يحتاج إلى ماء شرب الماء يشرب من عينه؟ ما يمكن حتى لو يوجد مرارة في حقه لا. طيب الثالث الجماع والاستمناء، خرج بهذا ما لو نام واحتاج بعد الظهر نام واستيقظ وجد أثر مني صيامه صحيح. لو استيقظ الآن أذن عليه الفجر قبل أن يغتسل، أذن عليه أذان الفجر قبل أن يغتسل صيامه صحيح ولا اغتسل ولا إشكال، مفهوم؟ المرأة طهرت قبل أذان الفجر ونامت الصيام، أرادت أن تغتسل أذن الفجر صيامها صحيح وتغتسل
بعد الغزو لا اشكال. الرده والاكل والشرب والجماع والاستمناء القيء عمدا والحجامه ونزول دم الحيض او النقص. طيب وان ينوي قطع النيل يعني نوى قال انا مفطر لكن لو تردد او شك هل قطعت النية او لا اقول لا توسوس انت صائم مفهوم؟ طيب واخذنا ايضا ان النية محلها القلب وان الانسان نحن الان من الان ونحن ننوي صيام شهر رمضان تكفي هذه النية كل الشهر ومع دخول الشهر كذلك. طيب بعد هذا